السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. فيديو اليوم فيديو كامل وهنتكلم فيه عن مشروع ممكن تكسب منه وليه عائد محترم ومجدي اقتصاديا، ألا وهو مشروع انتاج السدر. وطبعا هنا في مشتلنا بننتج السدر بداية من البذرة لغاية ما ينتج الأصناف زي ما حضرتكم شايفين أمامكم، غير الأصناف اللي بنجيبها طبعا وبنعمل عليها تجارب ونشوف مدى جدواها واقتصاديتها وهل هي لها عائد أو ملهاش. طبعا أصناف السدر سواء اللي هو بيتم بيعه عندنا في المشتل هنا بصعيد مصر كمشاريع لتربية النحل، وكمان كمشاريع لإنتاج الثمار أو الفاكهة سواء السدر المطعوم بأنواع طبعا. فبسم الله ما شاء الله زي ما حضرتكم شايفين دي الأصناف اللي موجودة عندنا، يعني بسم الله ما شاء الله عندنا أكتر من 4 أصناف، وفي أصناف تانية احنا لسه بنعمل عليها تجارب مش هنطلعها دلوقتي. طبعا مشتلنا متخصص بإنتاج السدر بجميع أنواعه، طبعا مشتلنا بصعيد مصر محافظة أسيوط مركز البداري قرية الهمامية. النهاردة هناخدكم ازاي تعمل مشروع انتاج السدر وازاي يكون مربح معاك وايه الخطوات اللي احنا بنقوم بيها. هناخدكم ان شاء الله في فيديو كامل من الخلطة او اللي احنا بنجهزها، وبعديها الزراعة ومواعيد الزراعة، وبعدين الانبات، وبعدين فترات التطعيم، والفترة دي بتكون كدي على حسب المناخ اللي انت فيه وعلى حسب الجو. فيلا بينا. طبعا زي ما حضرتكم شايفين دي الخطوة الاولى وهي اللي هي الخلطة او مكونات التربة اللي بيتم الزراعة فيها. زي ما حضرتكم شايفين دي بيتم تجهيزها وتقليبها لحد ما توصل زي ما حضرتكم شايفين للشكل ده. بسم الله ما شاء الله ده بيكون تكوينها 1 رمل وواحد تربة بنية، وطبعا نص سماد بلدي متحلل، أهم حاجة يكون متحلل، وخصوصا لو السماد اللي هو من مخلفات طيور الحمام. بعد كده بيتم تعبئتها في الأكياس زي ما حضرتكم شايفين أمامكم. نتنقل للخطوة اللي بعدها. طبعا الخطوة اللي بعدها بعد التعبئة يتم زراعة البذور، والبذور فيها نقطة مهمة جدا، وفي أنواع كثيرة من البذور، في أنواع وجدنا أن هي فيها صعوبة جدا في الإنبات، وفي أصناف كان نموها قوي ومتحملة في الأراضي الصحراوية، لكن لازم تختاروا البذور من مصدر كويس. احنا بتجينا بذور من أكتر من مصدر والحمد لله متوفر عندنا البذور زي ما حضرتكم شايفين بننتجها. بيتم الزراعة طبعا، التربة كانت متحددة عشان احنا رويينها، فده مثال يعني هيتم الزراعة بالبذرتين أو الثلاثة زي ما حضرتكم شايفين أمامكم. وساعة الإنبات طبعا بيتم التخفيف زي ما حضرتكم شايفين، الري بيكون كل 2 يوم لغاية ما تبدأ في الإنبات، وممكن طبعا زراعة من جنين اللي هو البذرة عن طريق كسر النواهي الحجرية دي، هتوفر علينا كتير طبعا في الوقت والري. طبعا زي ما حضرتكم شايفين وده بداية بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ده بداية إنبات البذور زي ما حضرتكم شايفين أمامكم. ده بيكون شكل البذور بسم الله ما شاء الله زي ما حضرتكم شايفين إنبات قوي. طبعا هنتكلم على مواعيد طبعا الزراعة أو الغرس، بتوقع من شهر 2 و3 و4 و5 لغاية شهر 9 طبعا، ده مواعيد زراعة البذور. شهر 9 ده في الأماكن اللي هي فيها حرارة كبيرة، بحيث السدر محتاج حرارة كبيرة عشان النمو طبعا زي ما حضرتكم شايفين بسم الله ما شاء الله بداية البذور طبعا انبتها. طبعا زي ما حضرتكم شايفين دي الخطوة الثانية، وبسم الله ما شاء الله بعد الإنبات طبعا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بيتم طبعا تخفيف النباتات زي ما حضرتكم شايفين أمامكم، بحيث تبقى فرع واحد وقوي طبعا، هيتم تخفيف كل النباتات دي بسم الله ما شاء الله.
الكلام ده بعد شهرين من الزراعة في الوقت المتأخر، يعني مع دخول الشتاء بيقل نمو الأشجار أو النباتات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنتابع هنا في المشتل برنامج تسميد، وده مهم مهم جدا، وبيكون عبارة عن عناصر من اللي هو السماد اللي هو 19 طبعا، ده بيقوي الشتلة، وبنعطي بوتاسيوم نسبة خفيفة لكن عشان يبدأ في صب العود، والعود يبقى متحمل للتحجيم. في فترة بنرش فيها أو بننقع اللي هو روس أو مخلفات الطيور، بننقعها على الحول، وبيتم عمل ايه؟ بيتم صرفها في الري بحيث تدي نمو قوي بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة في الوقت ده العناية بخصوص الحشائش، طبعا بننقيها اول باول. طبعا في مشكلة هنا كبيرة، وهي ايه؟ ان احنا الحشائش هنا بتبقى كتيرة جدا، فاحنا بنحاول نتغلب عليها بالتنقية وبالعزيق زي ما حضراتكم شايفين امامكم بسم الله ما شاء الله. وهناخدكم في الجولة التانية، او هناخدكم في المرحلة التانية زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي امامكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي المرحلة التانية، وهي مرحلة طبعا بيتم نمو فيها الاعواد، طبعا بيتم تجليم فيها الاعواد الفترة دي. ونيجي للمرحلة اللي بعدها بسم الله ما شاء الله بيكون كبر حجم النبق زي ما حضراتكم شايفين امامكم بسم الله ما شاء الله، او السدر. طبعا في المرحلة دي ممكن يتم بيعه، طبعا لو انت حابب تبيعه كمشاريع لانتاج العسل طبعا، او لتربية النحل عليه، بيتم بيعه في المرحلة دي وزراعته في المزارع بسم الله ما شاء الله. طول في حدود 50 أو 40 سنتي بسم الله ما شاء الله، بيتم طبعا تقليمه وتربيته على عود واحد، وبعد برنامج التسميد بيتم التضعيم. وهناخدكم دلوقتي لمرحلة التضعيم. طبعا وزي ما حضراتكم شايفين ده بيكون التضعيم بالعين بعد من 5 إلى 6 شهور من الزراعة، ده بيكون شكل التضعيم بالبرعم او بالعين، ساعات بنقول عليها العين الدرعية طبعا. فبسم الله ما شاء الله ده بيكون شكلها. طبعا التضعيم بيبتدي في شهر 8، محجمتش بالوقت اللي احنا محتاجينه او الوقت اللي احنا كنا عاملين حساب فيه انها تطلع الشتلات. فزي ما حضراتكم شايفين ده بيكون التضعيم. في وقت التضعيم طبعا بيتم عمل بعض التركات، هي بتكون عبارة عن تحبيس من الأعلى طبعا عشان العصارة تنزل، فتفتح البرعم، بيتم قرط مقدار 5 سنتي من الأعلى أو الطراطيف اللي هي بتاعت السدر البلدي من بعد التضعيم. وبعدها بأسبوع بيتم طبعا إيه قرط 5 سنتي تاني أو 10 سنتي، أو نترك بالضبط مسافة 3-4 سنتي او 5 سنتي بالضبط فوق البرعم زي ما حضراتكم شايفين امامكم. طبعا بنستخدم برضو التضعيم بالقلم زي ما حضراتكم شايفين امامكم، ده نتائج التضعيم بالقلم بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين امامكم، ده بيكون شكل التضعيم بالقلم طبعا بسم الله ما شاء الله، وده بيكون شكل النمو زي ما حضراتكم شايفين امامكم بسم الله ما شاء الله. طبعا بيتم بيع في الوقت ده الشتلة بتبتدي من 45 لغاية 75 جنيه طبعا، وما فوق طبعا ساعات بتوصل 100 على حسب العرض والطلب. في فترة اللي هي النمو او فترة ما قبل التضعيم بيكون سعر الشتلة من 5 جنيه لغاية 25 جنيه من غير ما تكون شكل تضعيم زي ما حضراتكم شايفين امامكم، ده بيكون بسم الله ما شاء الله شكل طبعا اللي تم تضعيمه بعد شهرين من التضعيم، ده بيكون شكله.
بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده تطعيم القلم، أتم في من شهرين. تعالوا أوريكم ده تطعيم اللي هو البرعم، طبعا من فترة كبيرة. هنوريكم شكل البرعم. بسم الله ما شاء الله، ده بيكون شكل البرعم. طبعا اتمنى الصوت تكون واضحة. بسم الله ما شاء الله، لو ملاحظين ده الشكل تطعيم البرعم زي ما حضراتكم شايفين امامكم. بسم الله ما شاء الله، دي الكميات كلها اللي احنا بننتجها من اول هناك. بسم الله ما شاء الله، طبعا في كمية هناك، طبعا في حاجات محجوزة ان شاء الله للموسم اللي جاي. فده كان فيديو النهارده. فطبعا زي ما حضراتكم شفتوا في فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون مرجع للاخوة اللي هم عايزين ينفذوا مشاريع السدر. طبعا اتمنى تكونوا استفدتوا طبعا لو بمعلومة من اللي هو الفيديو ده. طبعا السدر طبعا ليه طرق كثيرة، ليه اصناف كثيرة. طبعا يعتبر احنا ما خلصناش جولتنا في زراعة السدر. طبعا في تاني شوية فيديوهات ان شاء الله هنزلها اللي حابب يعمل المشاريع ده ان شاء الله، سواء في مصر او في احد الدول العربية. طبعا بيوجد مطلوب يتواصل معانا، بنقدم دعم، بنقدم استشارات. طبعا في فنيات بنعملها ان شاء الله، يعني بخصوص السد التفاح ان شاء الله هنقدمها قريب في فيديوهات ان شاء الله، سواء هتكون خاصة او هتكون منشورة على القناة، بحيث اللي محتاجها يقدر يلاقيها ويستفاد منها. طبعا فده بسم الله ما شاء الله السدر. طبعا وربنا يبارك لكل اللي بيتعب طبعا وبينتج، وكل اللي بيجتهد طبعا في مجال عمله. واتمنى التوفيق واتمنى النجاح للجميع، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.